هل من الممكن أن تكون هناك حالة مركبة يعني فيها أكتر من حاجة، وبالتالي هجد أن الإجراء الجراحي كان لابد أن يتم؟ خلاص أنا وصلت مع الحالة دي أن لابد من الإجراء الجراحي أنه يتم، ما فيش بقى. طيب جيت للإجراء الجراحي وجدت مشكلة كبيرة جدا، وأن هذه الحالة لا تناسبها الجراحة، ودي نقطة مهمة جدا. ما أنا ممكن خلاص أنا كطبيب فعلا الحالة اللي قدامي لازم جراحة، طيب المريض ده مش هيستحمل جراحة، سواء للسن أو لوجود مرض معين أو لصعوبة التخدير أو لاحتمالية حدوث مشاكل مع التخدير، طب أنا هدخله جراحة إزاي؟ إذن المريض ده هيفضل عايش كده مع المسكنات اللي ممكن تسبب قرحة معدة، اللي ممكن تسبب مشاكل في الكبد كثيرة جدا، اللي ممكن تسبب فشل كلوي والعياذ بالله، ممكن تسبب آثار جانبية كثيرة جدا على مراكز المخ المختلفة. طيب أعمل إيه مع المريض؟ احنا وصلت معاه لدرجة ان لازم جراحة، وللأسف المريض غير مناسب للإجراء الجراحي. خلينا نشوف كده الطب البديل هيتدخل ازاي في حالة زي كده. عايز حضرتك تراعي حاجتين، سن المريضة والمعاناة او مدة المعاناة للمريضة، ونشوف كده احنا عملنا ايه مع هذه الحالة بآليات الطب البديل. الحاجة حياة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أمي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة سامح، حضرتك اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا أمي، اتفضلي. ازي صحتك؟ ربنا يحفظك بخير وفضل من الله عز وجل. ربنا يديك الصحة ما يتحرمش منك. الله يبارك في عمرك يا أمي، اتفضلي. ربنا يوقف لك الطيب في طريقك. اللهم آمين. يوقف لك الحرام ويوقف لك ولاد الحلال في طريقك. اللهم آمين يا رب. تفضلي يا حاجة حياة، سامح حضرتك، تفضلي. أيوة يا دكتور. تفضلي يا أمي، سامعك. أيوة إن شاء الله. أنا عملت حجامة 3 مرات. آه. وكنت عندك امبارح إن شاء الله بإذن الله. آه الحاجة حياة، أهلا وسهلا، أهلا أيوة. وسهلا. طب يا حاجة حياة عايزين. عملت حجامة بس كان بعد إيه بقى؟ آه. بعد بقالي 27 سنة بلف على الدكاترة. من بإيه بقى يا أمي 27 سنة بلف بالدكاترة بإيه؟ عظم جتتي كله بيوجعني بس هو اهملش عارف ظهري وعظم جتتي وركبي بقت ما اقدرش امشي. انا عندي 62 سنه مسكت عصايه ومشيت عليه مش ومش قادره اصلي وانا قاعده على الارض. تمام. مش قادره. وبعدين ابني وجوز بنتي شافوا حضرتك على التلفزيون فقالوا لي هنوديك للدكتور اسامه. تمام. قلت لهم انا هروح للدكتور اسامه وانا هعرف اتكلم معاه، ده ضيف في مصر ومش عارف اتكلم معاه. قال لي طب بس تعالى، وقعد يضحك وقال لي طب بس تعالى هنوديك للدكتور اسامه. فلما جابونا عند حضرتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله لقيتك احسن من التلفزيون كمان. ربنا يحفظك يا رب، ما شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. الابتسامه بتاعك الحلوه وشكلك الحلو، ربنا يعزك يا امي. الله عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا حاجه حياتي، وينفع بك المسلمين كلهم يا رب. اللهم العالمين. امين يا رب، اللهم امين. لقيتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا ما شاء الله عليك، ساعه ما شفتك كده وخشيت عليك متهيألي ان انا خفيت الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا امي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وبعدين ان شاء الله باذن الله وريت لك الاشعاعات، فانت شفت الاشعاعات وقلت له طيب اطلعي، طلعت وكشفت عليا كتبت لي العلاج قلت لها اعمل لك حجام. تمام. عملت اول شهر حسيت ان انا ارتحت شوي. ثاني شهر ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ثالث شهر اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اوقت واسلام وصلي واقعد واخش المطبخ ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه تاكل. الحمد لله الحمد لله. العيال صاحبي بيجيبوا لي الاكل الحد. خش اطبخ دلوقتي في المطبخ اعمل كل حاجه دلوقتي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يديك الصحه يا رب. كل حاجه دلوقتي. تمام تمام. وبدعي لك ربنا ينجيك ووقف لك الطيب ووقف لك ولاد الحلال. اللهم امين. ربنا بيحبه بيحب في الخلق. ونعم بالله ونعم بالله. يحب فيك الارض اللي انت بتمشي عليها يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك يا امي، الله يبارك في عمرك، انا متشكر لحضرتك جدا. احنا بندعي لك ومفيش حاجه يعني اكتر من الدعاء ان انا اقولها لك كمان والله. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في عمرك يا أمي. ما كنتش بقدر أعمل حاجة خالص، دلوقتي ما شاء الله 27 سنة. وأنا لفيت دكاترة الدنيا كلها.
والحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا حاجة هيات، ربنا عز وجل سخرنا ليكي يا أمي، الحمد لله ربنا سخرنا ليكي وجعلنا سبب يا رب. ربنا يديك الصحة، ربنا ينجيك، ربنا يحفظك، ربنا يوفقك الطيب في طريقة. أنا متشكر لحضرتك جدا جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا عنا وعن الدعاء الجميل ده. متشكر لحضرتك جدا يا أمي، جزاك الله خيرا. أعتقد 27 سنة معاناة، عمر بمعنى الكلمة، 27 سنة معاناة الحاجة حياة، عظمها كله بيوجعها، ظهرها وركبتينها، بتصلي وهي على كرسي، بيجيبوا لها الأكل لغاية عندها، سنها زي ما سمعنا 62 سنة، أسأل الله العظيم أن يبارك في أعماركم وأعمالكم. هل أقدر أن أنا جراحيا أدخل حالة زي كده غرفة العمليات؟ ما أعتقدش، صعب جدا أن أجد طبيب يغامر ويقامر وعذرا في الكلمة بحياة مريض وندخله العمليات في هذا السن 62 سنة. هجد أن الويسترن ميديسين يقول لك إيه، يعني أديله سبورت تريتمنت. يعني إيه سبورت تريتمنت؟ علاج يسنده، يعني ماشي عذرا في الكلمة والله، ماشي الحالة يعني يسندها، ما فيش في إيدنا حالة حاجة في الطب الغربي في الويسترن ميديسين، دي له سبورتيف ميديسين، سبورتيف ميديكال تريتمنت، علاج طبي يسند، مسكنات بمعنى آخر. طب هل هذه الحالة 62 سنة ما نهدي مسكنات ولا يعلم الأجل إلا الله سبحانه وتعالى، لو عاشت 10 سنين 15 سنة 20 سنة ما لازم هتتعرض بقى الفشل كلوي، هتتعرض لقرحة معدة و و و مشاكل كتيرة جدا نتيجة المسكنات اللي أنا هبتدي إن أنا أديها لها طول عمرها. وزي ما بقول لحضرتك الويستر ميديسين حتى مش هيقدر إن يدخلها جراحة، الطب الغربي مش هيقدر يوصي إن الحالة دي تدخل جراحة. تعال بقى بص حضرتك شوف الالترنتيف ميديسين او الطب البديل على يد متخصص، بص ازاي لهذه الحاله. نظرنا للحاله اجماليا، انا عندي حاله سيده مسنه 62 سنه بتعاني 27 سنه من العظم ومن الركبتين ومن الظهر الى ان وصلت الى حد ان هي بيجيبوا لها الاكل وهي قاعده. اعتقد ان حاله زي كده لما ابتدي اتدخل معاها، يعني بدعو الله سبحانه وتعالى أن يسخرني ويجعلني سبب، وبفضله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وجدنا النتيجة زي ما سمعناها على لسان الحاجة حياة، وكما ذكرت من قبل التعبير بتاعها رائع بمعنى الكلمة، رائع بمعنى الكلمة. حالة زي دي أنا عايز أخرجها من الاتكال أو الاعتماد على المسكنات طول العمر. الحاجة حياة بتقول أول شهر ارتحت شوية، طيب دي نتيجة يعني الحمد لله طبيا مرضية اللي هي كطبيب. الشهر الثاني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، منبهرة من النجاح اللي احنا وصلنا له وبتوعز هذا النجاح إلى الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحقيقي ده حقيقي. ضع في اعتبارك أنا ليس هناك طبيب يشفي، ضع في عقلك ونيتك أنه ليس هناك طبيب يعالج، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. طيب أمال الطبيب ده إيه والمعاناة اللي إحنا بنعيش عشان أكون سبب؟ ربنا سبحانه وتعالى يسخرني لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى يلهمني إن أنا أتعامل صح مع حضرتك عن الطريق الطبي، وكل وسائل الطب رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فالحاجة حيات بتقول تاني شهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تالت شهر بقى اللي هو ختام الخطة الطبية العلاجية لهذه الحالة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ما فيش كلام بعد كده وصلنا للكمال والتمام بفضل الله سبحانه وتعالى بدون جراحة. وعشان كده كان هذا العنوان، قدرنا ان احنا نخطو بالحاجة حياة اللي مش هتقدر تدخل غرفة العمليات، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا فعلا فعلا نسخر الطب البديل بآلياته المختلفة للحاجة حياة، قدرت تصلي بفضل الله سبحانه وتعالى بدون كرسي، قدرت تدخل المطبخ وتعمل حاجتها لوحدها بعد ما كان أولادها بيجيبوا لها الأكل لغاية عندها، قدرت تمشي من غير عكاز، وقدرت تستعيد الحياة مرة تانية. وعشان كده دايما بقول على هذه المداخلة عودة الحياة إلى الحاجة حياة.